لو الحكاية فيها إن فيتو يعني 150,000 شهيد، يعني 150,000 شهيد هنموت هنا في قلب تزيد، وناس ماتت هناك مننا، وناس ماتت اتضربت بالنار. تضربونا ليه؟ احنا قاعدين في بيوتنا، ما طلبناش حاجه من الحكومه، ولا عايزين منها حاجه، ولا عايزين مجاري، ولا عايزين كهرباء، ولا عايزين اي حاجه منكم. انتوا عايزين مننا ايه؟ سيبونا عايشين زي ما كنا عايشين. اتضرب بخرطوش ليه؟ عشان قاعد في بيتي؟ عايزين تخرجوني ليه من بيتي؟ تخرجونا ليه؟ لصالح مين؟ تخرجونا من بيوتنا.